بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم، معاكم أشرف رمضان. في الفيديو ده هكلمكم عن إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، أو اللي نسميها Street Lighting Using Solar Energy. قبل ما نقول ليه إحنا هننور الشوارع باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية ومزاياها، تعال نشوف إيه هي عيوب تمام الإنارة التقليدية العادية اللي إحنا بنستخدمها. طيب، رقم واحد يا شباب، كلنا عارفين تمام العمود التراديشنال او العادي بيبقى عبارة عن قاعدة العمود وجسم العمود والكشاف تمام واللمبة اللي موجودة داخل الكشاف ومجموعة من الاسلاك الداخلية عشان توصل تمام الكهرباء من اسفل العمود الى الكشاف في اعلى العمود. طيب تعال نشوف ايه عيوب النظام التقليدي ده. عيوب النظام التقليدي ده يا شباب، لازم يكون في مصدر لتغذية هذه الأعمدة بالتيار الكهربي. بمعنى إيه بالبلدي؟ يعني لازم تكون شركة الكهرباء واصلة للمنطقة اللي أنا عايز أوصل فيها الأعمدة دي. طيب، في أماكن كتير وإحنا بنلاحظ إن إحنا بنركب الأعمدة بتبقى موجودة على الطرق تمام، في مساحات كبيرة بتبقى شركة الكهرباء أصلاً ما لهاش سب ستيشنز أو ما لهاش ترانسفورمر، ما لهاش محولات، ما لهاش لوحات واصلة للمنطقة دي. يبقى أول عيب، لازم تكون خدمات شركة الكهرباء واصلة للمنطقة دي. طب ليه يا باشمهندس العيب ده؟ لأن بقول لك في أماكن كتير إحنا عايزين نوصل لها أعمدة إنارة على الطرق، بالذات طرق صحراوية، هتلاقي شركة الكهرباء مفيش خدمات أو مفيش سب ستيشن أو محولات واصلة للأماكن اللي إحنا عايزين نركب فيها أعمدة الإنارة وننور بيها. طيب ده أول عيب. طيب ده عيب ده ناتج من فين؟ شركة الكهرباء لازم تروح تبني سب ستيشن، لازم تروح تحفر تمام عشان تمدد الكابلات بتاعتها عشان توصل المحولات، فده كله يعتبر الاماكن اللي ما فيهاش توصيلات شركة الكهرباء يعتبر ده عيب عندي، ان انا ما فيش مصدر للتغذية. المشكلة التانية ان لو قطعت الكهرباء تمام من مصدر التغذية اللي هو السب ستيشن بتاع شركة الكهرباء، هتبقى كل الاعمدة دي خلاص مش هتنور. يعني حتى لو في شركة كهرباء ممكن الكهرباء تقطع من السب ستيشن، وبالتالي الاعمده اللي انا شغال عليها دي هتفصل. طيب ده اول مشكله. المشكله الثانيه ان انا بستخدم كشافات من نوع هاي بريشر صوديوم. طبعا في الطرق السريعه تمام بستخدم كشافات هاي بريشر صوديوم، في الطرق الجانبيه او الفرعيه بستخدم لو بريشر صوديوم. طبعا الكشافات دي بالاضافه لان هي بتسخن طبعا بتطلع ضوء لونه اصفر، في بعض الاوقات بيبقى مضر للعين في الطرق السريعه. ثانيا الاحتماليه لان الكشاف ده يحصل فيه مشاكل او يعطل احتماليه عاليه، لان العمر الافتراضي لللمبه او للكشاف بتاع الهاي بريشر صوديوم قليل جدا. يبقى الهاي بريشر صوديوم مشكلته، او اللو بريشر صوديوم او لمبات الصوديوم بصفه عامه مشكلتها العمر الافتراضي بتاعها صغير جدا. طيب المشكله الثالثه ان اعمده الاناره التقليديه ممكن اي حد يفك البوكس اللي تحت ده ويسرق كهرباء من العمود، طيب دي مشكله. مشكله طبعا ان انا ممكن اتعرض للسرقه الخاصه بالتيار الكهربي من خلال العمود نفسه. طيب رقم اربعه، ان انا مشكلتي في شده السطوع كمان في الكشاف بتبقى ضعيفه شويه في كشافات الهاي بريشر صوديوم او اللو بريشر صوديوم. المشكلة الأخيرة اللي بتقابل كل الناس موضوع صيانة أعمدة الإنارة التقليدية، بتبقى الأمور صعبة تمام في إن أنا بصين العمود وإن أنا أصين الوصلات بتاعته وإن أنا أصين الكابلات والكلام ده كله. طيب دي مشاكل الإنارة التقليدية. طيب إيه مزايا الإنارة بالطاقة الشمسية؟ طبعا زي ما إحنا قلنا بيبقى العمود التراديشنال زي العمود العادي تمام. ممكن العمود بتاع الطاقه الشمسيه انا بعمل على جسم العمود ستيل ستراكشر عشان احط عليه الواح طاقه شمسيه عشان تبدا تغذي من العمود او تغذي الكشاف اللي راكب على العمود. ايه الميزه؟ الميزه ان انا هنا بركب كشافات ليد، بركب كشافات لايت اميتنج دايود او الكشافات الليد اللي بتديني طبعا بتديني درجات في اللون الابيض واللون الاصفر زي ما انا محتاج. ميزتها في الاستقرار اللوني، ما فيهاش ارتعاش. الميزه الخطيره في الكشافات الليد، العمر الافتراضي بتاعها بيصل الى 50,000 ساعه. الميزه الثانيه ودي الاهم، ان انا في اي مكان اقدر اركب اعمده اناره بالطاقه الشمسيه. انا مش محتاج يكون في المكان ده واصل خدمات شركه الكهرباء. يعني لو شركه الكهرباء مش موصله محولاتها و
التوصيلات بتاعتها والكلام اللي احنا بنحكي فيه ده مش موجود. انا مش محتاج من شركة الكهرباء اي شيء، انا بشتغل مستقل عن شركة الكهرباء. طيب هتغذي الكشاف ده ازاي الليد يا عم؟ انت بتقول انا مش عايز شركة كهرباء. انا هغذي كمان في الفترة اللي بالنهار بشحن الواح طاقة شمسية، بخزن الكهرباء اللي بتتاخد من الاشعه الشمسيه دي بخزنها داخل بطاريات، بحيث تقدر تديني كمان ان انا اشغل الليل كله على الطاقه الشمسيه اللي انا خدتها بالنهار. وممكن كمان اعمل حسابي في البطاريات ان انا اخليها تشتغل لمده يومين او ثلاثه، بحيث ان انا اختار الكباستي المظبوطه للبطاريه، تحسبا لان ممكن يبقى ثاني يوم او ثالث يوم في غيوم تمام، او في مطر او في اي شيء. طبعا من ناحيه الكشافات اللي من النوع ده بيبقى في عندي ثلاث انواع او ثلاثه كاتيجوري. في حاجه بنسميها اول ان وان، اول ان وان، هتلاقي جسم اللوح تمام مع البطاريه مع الكشاف كلهم باكج واحده، كلهم باكج واحده، نحفظ كويس جدا. في رقم اثنين او الحاله الثانيه بيسموها تو ان وان، بحيث يبقى اللوح مستقل وبيبقى البطاريه مع جسم الكشاف لوحده. الحاله الثالثه بنسميها سيبريت كيس، بيبقى اللوح بتاع الطاقه الشمسيه لوحده والكشاف لوحده والبطاريه لوحدها، بحيث يبقى كده التصنيف بتاعي فيه ثلاث انواع لاعمده الاناره بالطاقه الشمسيه. طبعا احنا هنشتغل على ميزه الواح الطاقه الشمسيه، وهنقول برضو ايه المشاكل اللي ممكن تحصل عندي. مزايا الواح الطاقه الشمسيه ان انا مش محتاج مصدر طاقه كهربيه تمام من شركة الكهرباء، يعني انا في اي مكان اقدر اثبت العمود بتاعي بالطاقة الشمسية وهستفيد منه ان هو ينور بالليل. رقم اتنين ان انا بستخدم كشافات من النوع الليد، والليد العمر الافتراضي بتاعه طويل جدا، يصل الى 50,000 ساعة او 60,000 ساعة حسب الشركة المصنعة للكشاف. رقم ثلاثة ان انا بستخدم بطاريات ان انا ممكن اقدر اخزن فيها كهرباء تكفيني لمدة يومين او ثلاثة حسب اسلوب التصميم بتاعي اللي انا بشتغل عليه. نيجي بقى للعيب، الناس كلها بتقول لك والله مشكله وعيوب انظمه الطاقه الشمسيه ان جسم اللوح من فوق كل شويه بيجي عليه تراب وبيجي عليه طين وبيجي عليه ميه مطر والكلام ده. اولا احنا بنضمن القصه دي بان انا بدي لك ان شاء الله فكره عن منتجات وبعض الكشافات اللي موجوده في السوق. الكشافات دي واخده حاجه بنسميها اي بي، الاي بي بتاعها بيبقى عالي، بنسميه الاندكس بروتكشن او درجه الحمايه. هتلاقي اي بي 65 او 66 او 67، ده الاي بي الخاص بالكشاف. هتقول لي والله ده مش كفايه، ده متقفل عشان التراب والميه ما يدخلوش جوه تمام الكشاف، بس انا مشكلتي ان جسم الكشاف نفسه بيبقى عليه تراب، الجزء بتاع اللوح او اللوح السيبرت المستقل او الثلاثه في واحد زي ما قلنا اول ان وان، بيبقى على جسم الكشاف موجود تراب. اقول لك والله حاليا في تكنيكس كتيرة جدا بتخلي اللوح نفسه ده بيتنظف اوتوماتيك، ومنها في حاجة دلوقتي بنسميها السيلف كليننج، بيبقى حتة موتور صغير كده بيعدي مساحة تمام على الكشاف من فوق، فهو بينظف نفسه كل فترة حسب ما هو متظبط عليه، كل اسبوع كل يومين كل خمس ايام، فده بيسموها خاصية السيلف كليننج، حلت لك مشكلة التراب. وخاصية الاي بي العالي حلت لك مشكلة ان ممكن يبقى فيه مطر او يدخل على جسم الكشاف اي أتربة. فبالتالي بيه السوليوشن الخاص بأعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية، نظرا لتوجه العالم كله دلوقتي إن أنا أقلل من نسبة ثاني أكسيد الكربون، وإن أنا أقلل من نسبة استخدام الوقود الأحفوري اللي إحنا بنستخدمه في الكهرباء التراديشنال، إن أنا أروح للرينيوبل إنرجي. بقي دلوقتي حل استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع من أفضل الحلول. الميزة اللي بعد كده في كشافات الطاقة الشمسية إن بيبقى ليها ضمان لمدة 5 سنين على الأقل للبطاريات، اللوح بيبقى الضمان بتاعه 25 سنة، فأنت بتبقى ضامن الكشاف لمدة 5 سنين، إن شاء الله ما يحصلش فيه أي مشكلة. وبالتالي إحنا النهاردة اتكلمنا على إيه هي مزايا والفوائد اللي بستخدمها أو بحصل عليها لما أستخدم أنظمة الطاقة الشمسية، وإيه هي عيوب تمام أنظمة إنارة الشوارع التقليدية. وإن شاء الله هبدأ في سلسلة من الفيديوهات هعرض عليكم بعض المنتجات الخاصة بإنارة الطاقة الشمسية، ونبدأ نشوف إيه مزايا وعيوب كل نوع أو كل شركة من الشركات بالتفصيل، ونقرأ الداتا شيت ونشوف الخصائص بتاعت كل كشاف
كل لوح شمسي، تمام، كل بطارية، بحيث لما حضرتك تبقى تيجي لك تصميم او انت اللي بتعمل التصميم تبقى عارف السبيكس الموجودة في أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية. واشوفكم في الفيديوهات اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.